وللمزيد حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نجدد الترحيب بكم مرة أخرى من داخل مدينة العالمين الجديدة، حيث ما زالت الفعاليات الرياضية والحفلات والسهرات تتواصل في آخر أيام الأسبوع الخامس من مهرجان العالمين. بالفعل اليوم هو اليوم الثالث للبطولة العربية للجودو، حيث أحرزت الأندية المصرية تقدما كبيرا على الأندية العربية. الأندية المصرية يبلغ عددها داخل البطولة أكثر من 30 نادي مصري، يعني استطاعوا أن يحققوا إنجازات كبيرة في اليوم الثالث للبطولة. هذه البطولة يشارك فيها أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 18 دولة عربية. استضافة البطولة داخل مدينة العالمين الجديدة هي بالفعل رسالة تؤكد على قدرة الدولة المصرية على استضافة البطولات الدولية داخل مدينة الأحلام مدينة العالمين. يمكن الحدث الرياضي الآخر داخل مدينة العالمين هو سباق للسيارات، لسباق سيارات الكارتينج، وهو نوع من السباقات يهوى الكثير من عشاق السباقات داخل مدينة العالمين الجديدة. وبالفعل تم الانتهاء من تجهيز المضمار، حيث يكون مطابق للمواصفات المحلية والمواصفات العالمية. هذا فيما يخص الفعاليات الرياضية. أيضا فيما يخص الحفلات الفنية، فاليوم يعني الجميع على موعد مع حفل كبير للمطرب حكيم داخل مدينة العالمين الجديدة. وبالفعل يعني إدارة المهرجان أنهت كافة الاستعدادات الخاصة للحفل، سواء كان تجهيز المسرح الكبير أو الاستعدادات بالشاشات، وأيضا كافة الإجراءات لتسهيل الدخول على طبعا على الزائرين لحضور الحفل. غدا سوف يكون هناك أيضا حفل للمطربة أنغام. يمكن من أمس وأول أمس هناك إقبال كبير على مدينة العالمين الجديدة من قبل الزائرين، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، لحضور الحفلات الفنية والتي تقام في آخر أيام الأسبوع، وبالتحديد العطلات الخميس والجمعة والسبت. يمكن هذا ما لدينا إلى الآن من داخل مدينة العالمين الجديدة والفعاليات المستمرة والتي تقام على هامش المهرجان. وأعود إليكم مرة أخرى.